فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: ما حكم أكل القنفذ وما حكم بيعه؟ محل خلاف بين العلماء، وتركه أحوط بلا شك. نعم. وبيعه لا يجوز بيعه لأنه ما اتفق على أنه يوكل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ايش تبيعه؟ تبيعه ليش؟ نعم، خله يروح يترزق الله، ايش تبي؟ نعم.